أهلا وسهلا بكم. بنك المعلومات تقدم لكم معلومات عن طريق سؤال وجواب. لا تنسى دعمنا ولا تنسى الاشتراك بالقناة. السؤال الأول: من هي آخر من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هي أم سلمة رضي الله عنها. السؤال الثاني: من هو أول مؤذن في الإسلام؟ الجواب بلال بن رباح رضي الله عنه. السؤال الثالث: كم عدد الأشهر الحرم؟ الجواب 4 أشهر. السؤال الرابع: من هو الشخص الوحيد الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أبي بن خلف. السؤال الخامس: بماذا لقب إبراهيم عليه السلام؟ الجواب لقب بخليل الله. السؤال السادس: ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة. كم عدد أركان الإسلام؟ الجواب 5 أركان. السؤال السابع: كم عدد أركان الإيمان؟ الجواب 6 أركان. السؤال الثامن: ما هي السورة الملقبة بعروس القرآن؟ الجواب سورة الرحمن. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.